السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن ما نخرج بدن ساعد وقت هاي وحن كلها هاي قوة على طول. وفكر إحنا عن دول استاذ فنامي. إن طبعا ما المهن بلهن با وحسي آد هلو هذا الهاي علق لي هذا كورونا فيروس. أما كوفيد 19 أو تشاينا كسور بلوبي. أنت ما ملي أرتي ديلا وحن قياس هي فكر كيجا. كما هذا وحن بيش كسو قري ما كه هذا وح شخص كلا كسو قاطي وحن تلما ما يا أنا كشخصيا وح يقد حق وح يا أه إن عم كو عبر عيو إن برسوماليا إلهي وما كسي حديد بتصلاس أي تمارو ما كه بدنا كرا نحاسة بدنا شهاسة كين كرا إيه سؤالها بنك جواب دونا إن شاء الله شن خطب أنا جو أبو أنا معنا إن عك سنة يا وتير سنة يا Somalia itu hanya kerana wadang ukur doa corona virus ilahi umat kata Somalia ukur wadang ukur doa ukur Somalia ukur. En maka leh Somalia bah ukur ma'han ina syak salin ay. En ma'han ina mula awal yu en wah di bata amad yang kiga mudun ay ma'han. Malah semua hal leh hai bal in everything wah dari kerana hadiah itu anse melihiri ma, yani hal leh lo berat ilmam sejauh dah bal bertasi ayuh hai koran sini. Entahkan Somalia itu, ada memang Somalia dah. Kesan sebab awal ni, ayah Somalia itu ukur badan kerajaan terhadap coronavirus waktu di mana itu ada mereka. Kesan sebab awal ni, kau kalau kau doa Somalia itu mahaan dat ikuin tahay wadah ni mana, wadah ni mana ikuin tahay mahaan Somalia. Tapi wujud kuiin kekalan kata. إن عرك هدو يمر إلهي ما كسى أي سبب أن أوفي ذيك ضرب أن سب وقت قارن ويعني أسامين كريم ما كان لي هاي ودن لمدة يعني أود جون معها إن واحد أركيسة هجاميات بدن كده هجامي أركيسة إن قب قف قد نعب نعو كريحة إيه سنجين واحد صحة أو ودن لما أو يعني إن لو كل سينه واحد أركيسة حتى حصل هذا حكي سرتو ذا إنه قف مسؤول لعقو كقاطه إن عور كان ودن كان وكان إلهي أنا هاي كاس وكان أي واحد أركيسة ده كي هو جان كانوا هاي سياسيين تودن كا إياه كان كم إذا اسمنا هل كشيء إيه بمواطن الصومالي نقط مواطن صومالي شخصي واحد كويس تان وركا لكن وحيد أنت هاي ودن نيمو صومالي بات هاي صومالي أها شيء ممكن يجابه وينك ما خنتا تاس ما كوحد لنا نسا إن فافتهم بدان أربعة هدو إلهي إنه ما ما كسر عمر كاسية تلا بعد صومالي دو واتد عذر كقرصدة دت عذر كقرصدة واي صومالي ما أهم دت آت وفر في عون إن تخص إسبتال آدان تخص إسباران تخص إسكور هيان ما أهم دت نوع أسمى سما صومالي إن واتد عذر كقرصدة يك يعني كبدي أنا واحد قاون واحد بدي بات على هاي مرك على كيسس كأنت بدل إلى جهة التي بي الصومال الوصفير والتي بي يعني complication قارتي أو حد كي عارض ها كبح ذي واحد أو إلا الدواء يخاف كتي بي القوى وأردت أن أخاف صومالي صارت واحد هاي عذرك قصنا هاي الأول بس كم فعلا شرابه بس كقالنا يا حبيبي برس من أسكعب يهدم بقى هاي واحد وحال عيسى خويس أن أو جوري يكونوا لين أبوه إنه كده ويا هل برستم يعني the whole family خوف كستوحى من صدمة حلايا خطوه ما خلايا خطوه كنون بكتيريوم فلسطيني مركب تحسن واحد غير كقاعدة عيسى هذي عذر كلا وخوف كقرصلا إن جوري يسمو دوقوفي ومعنا دوقوفي اللي هذا عيسى هو ما كاسد با فافتو أي أحد وترى بدن عيسى هالك وده ما ذكرنا كذا يتخبطوا يعني حرام يرتر يا موس بارا تورجار بولي هاي أو أمبلاس وحي جوا عيا إن تدك سومالي ذو ما أهم تد نوع سيفود لو بيلي تحسن واحد مركب دل نيسا إن إلهي ما كسى هدي عذر كان كوفيد 19 وسومالي وكبر دبات بحال وكيسن كان قالوا بس ده إن سومالي ذو هدي عذر كوفيد 19 وكبر يعني سامين توحي الله بدينا يا وحى كم إذا دتك الصومالي ذو ودتك حوتي بدن وحى كجرا كحوتي كجرا جستي ما كده لو بربر دي كحوتي جينا أو حتى أنا أنا بروح أنا لا مقدشو مقدشو جوا ما كده لو بربر دي كحوتي هذا ما كده جو كنول طبعا ويكنول ونعسين كوبا كلام ونعسين ك
كويران آلي وبرباسيين وشي عيني هيسن هيسن حتى داوين كعالي هيسن هيسن مركا حدي لغا سوى قلم يلاها سوى قلم سالم نارم باك إيماني تسالحا إن كحوتيك إن وكوفي ذكرا سيدو وكوفي ذكرا واحا كميدا وحيدنا لا يعيالا بشيطان يقبال نلاش وحيابي أساسي وقها مهيستان داوين كعالي هيسن هيسني مركا لباتون لنا كإيماني سوى taasina waxaan aqan kartaa qaxootiga Soomaalida oo tirada ka badan iyo daryeelka ay haystaan oo aad u yar wuxuu ka qayb qaadan karaa in ilaahay marka se covid 19 ee Soomaali u yimaado in saameyn baan u geysan karaan qodobka afaraad ee Soomaaliya hadii covid 19 u yimaado ee ma aragtaayo dadkan Soomaalidana nabaabin kara waxaa kamid ah dadka Soomaalida ma ahan dad u hoggaansan amarada iyo wacyigelinta dawladda dalka amarada nidaamka dad u hoggaansan ma aha wacyigelinta la sameynayo ee wasaaradda caafimaadka ee waddanku ay sameynayso ma ahan dad u hoggaansan hadalkaysa ee diyaaradii wala kan saray baa leeyahay socdaalka in la joojiyo baa la rabaa hargeys diyaarad baa ka tagaysa waala joojin baa leeyahay jibla daad baa ka tagaysa wacyigelin baa la sameynayaa cid dhagaha jala u siinaysa ma jirto marka Soomaalidu ma ahan dad u hoggaansan amarada ka soo baxaya dowladda iyo wacyigelinta wasaaradda ay sameynayso haddii rawaan in arrin saas uu yahay Soomaalidu dad aad isaga dhib badan waa haddii rawaan wacyigelinta ay u hoggaayaan khabiib ay u hoggaayaan خبيث البلد اللي هاي صعب على اللي مرتاس إنه حق قيم وين كخادة ليس إن دت كصومال ده كوفيد 19 سامين بلا نوب يسان كريم خلاص كشنات إيه قدم بيل فيها إيه عن كو عبر هاي فكر كي أهبل حدي صومال كوفيد 19 وكل لا مفيدي كرا مفيدي كرا سكر بدل ما دم ذكر إيه وها كم يدا دت كصومال ده وادت فقر أه هذانا أمين سان تارك and right so maalintan ma fakhri ma aha lacag waan haysanaa alxamdulillaah oo hadda wax sawir aad waa weyn ganacsi inta badan oo ku jirna ma sha Allah laakiin haddana wali waxaa jira dad fakhri ah ayaa jira oo Soomaaliya oo ku dulnool wadanka dhexdi ku nool ee gaar ahaan muqdisho joogaa ku nool baa jirta haddana aminsan taranka marka covid 19 hadda sida ee ururada caafimaadka ay tilmaamayaan waxa wallahi wuxuu u badan yahay dadka da'da weyn iyo carruurtu badan marka soomaalidu waa dad aaminsan taranka oo waxa dhacaysa in cunuga ciyaalkooda ay yihiin kuwa isku nuugnuug ah ee in ciyaalkooda aysan haysan noloshii waxyaabihii aasaasiga u ahaa nolosha sida biyo nadiif inaysan haysanin hooyo wacan inaysan haysanin aabe iyo hooyo oo yacni aqoontooda dhiitanay ciyaalka iska dhaleen waxaas oo dhigay marka la isku keeno waxay ka qayb qaadanaysaa in difaaca carruurta uu hoos u dhaco difaaca waalidiinta uu hoos u dhaco haddii difaaca carruurta hoos u dhaco isagoo cudurkan coronavirus marka hore carruurta saameyn ba aad u geysanayay dadka waaweyn saameyn ba aad u geysanayay waxay qayb ka noqonaysaa marka in filitaanka cudurka uu noqdo mid aad u ba'an dhibaato ba'an waddankeena u geysta ilaahay waxaan ka baranaynaa in covid 19 ama coronavirus whatever wax walba loogu yeeraba in waddankeena ilaahay uu ka hayo shanta qodob ayaan ku cabiray aragtideyda ah in yacni waddanka soomaaliya uu yahay waddankiisa ugu adag ee markaasi saameyn badan u geysan kara cudurka coronavirus hadii uu yimaado ilaahay ha naga hayo waad ku mahadsantahay dawashada thank you